السلام عليكم. الوزير عمر سأل منو عنده في تليفونه يستخدم الذكاء الصناعي. أنا سؤالي بستخدم في التليفون بس مو عن الذكاء الصناعي. أبى أعرف كمية الحماس اللي فيكم إن هاي آخر جلسة وعقب 5 دقائق بتطلعون من المكان. أظن الوزير الشمع عنده بعد كلمة قصيرة ياهم. على العموم بالنسبة لحكومة دبي كجزء من منظومة العمل الحكومي في دولة الإمارات، الفلسفة الرئيسية اللي نبني عليها عملنا الحكومي في كل مشاريعنا أن نحن سلطة لخدمة الناس، وهذا اللي قائمة عليها كلمة سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد. في المجمل كحكومة دورنا أن احنا نوفر خدمات، ودورنا أن احنا نخطط للمستقبل، ودورنا كذلك أن نضمن وننظم العمل والحياة في المدينة. حكومة دبي تتكون من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد كحاكم لإمارة دبي، يعاونه طبعا سمو ولي العهد الشيخ حمدان بن محمد، كذلك الشيخ مكتوم بن محمد. عندنا في بعض الجهات تتبع صاحب سمو الحاكم مباشرة مثل جهاز الرقابة وديوان سمو الحاكم، ولكن عندنا كذلك جهة رئيسية في حكومة دبي اللي هي المجلس التنفيذي. المجلس التنفيذي دوره الرئيسي أن يحدد التوجهات المستقبلية للإمارة في كافة القطاعات، في القطاع الاجتماعي، في القطاع التعليمي، في القطاع الأمني، في القطاع الاقتصادي، كذلك ينسق الخطط والسياسات الحكومية. كمجلس تنفيذي تكون عندنا بعض السياسات تنشأ من داخل المجلس التنفيذي، ولكن أغلب السياسات الحكومية في المجمل تكون مسؤولية الجهات العاملة، سواء إذا كانت سياسات خاصة في الطرق فهيئة الطرق والمواصلات هي المسؤولة عنها، إذا بالطاقة ديوة مسؤولة عنها، وإذا كانت الأمن الشرطة مسؤولة عنها. نحن دورنا كمجلس ننسق السياسات هاي، نضمن أن هي ماشية وما فيها أي تعارض، ووفرنا الموارد الموجودة. كذلك تطوير العمل الحكومي جزء رئيسي من عمل المجلس، سواء المجلس التنفيذي في دبي أو المجالس الأخرى في الإمارات. المجلس فيه مجموعة من الجهات الرئيسية الخدمية أو السيادية على مستوى الإمارة. هذا اجتماعنا يمكن كان في برواز دبي. المميز في الاجتماع هذا كله أن احنا حضروا عندنا شباب من مجلس شباب دبي وشاركوا في الاجتماع. دورنا وتركيزنا الرئيسي خلال المرحلة القادمة نتكلم عن تحقيق سعادة الأفراد، وهذا مهم. نحن نعمل هذا الشيء لأهلنا، نعمله للمقيم، ونعمله كذلك لأنفسنا. اليوم احنا موجودين في الحكومة نشتغل، باكر بنكون متقاعدين، محتاجين ان احنا نكون في مدينة آمنة فيها جودة الحياة على أعلى مستوى، وفيها جميع سبل الراحة متوفرة لنا ولعيالنا. كذلك بناء أفضل جهاز حكومي، هذا هدف من الأهداف الرئيسية عندنا. هدفنا كذلك أن احنا نزيد من كفاءة وفاعلية الأجهزة الحكومية عندنا. وفي الأخير دعم تنافسية دبي. دعم تنافسية دبي عن طريق دعم تنافسية الإمارات. دبي جزء لا يتجزأ من المنظومة الأكبر اللي هي منظومة دولة الإمارات، مثلها مثل باقي الإمارات الأخرى. في المجلس التنفيذي طبعاً موجودة أمانة عامة هدفها تنظيم العمل، مساعدة المجلس في اتخاذ القرارات، إجراء بعض الدراسات، وأنا أتشرف أن أنا واحد من الفريق اللي موجود في المجلس في الأمانة، فنساهم في موضوع التخطيط الاستراتيجي، في سن السياسات، الحوكمة، تحسين الخدمات الحكومية والتميز الحكومي، وكذلك الاتصال الحكومي. هاي مجموعة من المشاريع اللي نحن شغالين عليها. ما أعتقد سمعتوا عن شيء منها بعدكم في المدرسة يمكن، لكن في واحد من المشاريع نحن مهتمين بالشباب فيما يتعلق بتطوير الخدمات، وناخذ رأيهم في خدماتنا الحكومية. العمل مع الحكومة الاتحادية جدا مهم. الحكومة الاتحادية هي تعتبر الحكومة الأم للحكومات في الإمارات،
توجيهات واضحة مباشرة من القيادة بأن يجب أن تواءم جميع الخطط المحلية مع الخطط الاتحادية. كذلك في عندنا عمل كبير، لما تسمعون عن قانون الاتحادي طلع عرفوا أن في فرق اشتغلت على المستوى الاتحادي، فرق اشتغلت على المستوى المحلي. وفي الأخير كذلك بحكم الدستور وبصلاحية الموجودة للدستور في الحكومة الاتحادية، لما تطلع القرارات هاي دورنا نحن كحكومات محلية أن احنا نضمن تنفيذها. أعتقد خلاص، شكراً، مشكور وما قصرتوا.